قاعد يصير قداش من مره، هذه ثالث مره يتم منعنا من اننا ندخلوا من قاتيل حدث تابع المحامين او حدث تابع القضاة. اليوم رانا في وضعيه خايبه برشا، يلزمنا احنا في كل رواحنا، راه ما في قلتهم حتى حد. اليوم تم منع الصحفيين والصحفيات من تغطية الحدث اللي هو الوقفة الاحتجاجية للمحامين بتونس. في العادة كنا ندخل للساحة قصر العدالة فقط بالاستظهار ببطاقة صحفي المحترف. ورينا بطاقاتنا اليوم وطلب منا كذلك العميد من الداخل، عميد المحامين، أن نستظهر ببطاقات واستظهرنا بهم، إلا أنه الأمن منعنا، أمن المحكمة منعنا من أن ندخل ونقوم بالواجب متاعنا. اليوم هذه محاولة إخماد صوت كل الأصوات الحرة لن يمر. رأوا نحن في فترة حساسة في بلادنا، ولن نقبل أي تدخل خارجي والتأثير الخارجي، لكن في المقابل في بلادنا نحن مش نقوم بدورنا على وجه على أكمل وجه. أعتقد أن اليوم وزارة العدل قد فشلت في إدارة المنظومة القضائية في تونس. اليوم المحامين يتذمروا، القضاة يتذمروا، عدو الإشهاد يتذمروا، عدو المنفذين يتذمروا، كل مكونات المنظومة القضائية اليوم عندها مشاكل. اليوم إلى هذه الساعة وزارة العدل لا تبحث على 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 مشاريع إصلاح، لا تنفذ مشاريع الإصلاح، وإنما تكتفي بالرد كونها ما فماش تضييقات. يا سيدي إذا أنت تقول ما فماش تضييقات، البينة على من ادعاها تورونا وين ما فماش تضييقات. إذا كان باش نقولوا راهو المسار بتاع الحريات سليم، راهو ماهوش صحيح. اليوم بان بالكاشف الصحفيين عندهم تضييقات، المحامين عندهم تضييقات، كل القطاعات تقريبا عندها تضييقات. انطلقنا برفع الشارة الحمراء كمعناها مبدئيا كمسألة احتجاجية، ثم السيد العميد وبيان الهيئة الوطنية للمحامين قرر هذه الوقفة الاحتجاجية. واليوم هو أعلن هو على أنه ما فما حتى استجابة من سلطة الإشراف على طلباتنا المتعلقة بالتضييقات التي يتعرضوا لها المحامين، وبالتالي فأنه المسألة مرشحة للمزيد التصعيد ومزيد الوقفات الاحتجاجية ومزيد النضالات بما هو مسموح طبعا قانونا. بالنسبة لنا احنا الظروف هذه المهينة للصحفي او الصحفية ما يلزمهاش تتكرر، سينو رانا ما عادش باش نخدموا في مثل هذه الظروف، وستكون المقاطعات متتالية اذا تم منعنا او تعدي على كرامتنا بالطريقة هذه.